مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في بلاغ عاجل أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرية بعد مغرب اليوم الجمعة 29 ذي القعدة 1445 هجرية موافق للسابع يونيو 2024 ميلادية، فثبت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم غدا السبت الثامن يونيو 2024، وسيكون عيد الأضحى المبارك في يوم الاثنين 17 يونيو 2024. وأضاف البلاغ: أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي راشد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.